مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه من الصحافة المغربية. اليوم نقتفي أثر ومسار واحد من أبرز الإعلاميين في المغرب، إنه العربي صقلي. مع العربي صقلي نقترب من الأسطورة، فهو لم يكن من الذين يمكن تصنيفهم ضمن رواد الصحافة بالمغرب، فقد كان أسمى من ذلك التصنيف. العربي صقلي من الدعامات التي أسست الصحافة الوطنية وأسهمت بقوة في القطع مع الصحافة الاستعمارية والأبوية. سيرته كصحفي هو الذي كان في البدء راغباً في أن يكون لاعب كرة السلة، بدأت بموقفه الرافض للطريقة التي كانت تتعاطى بها لبوتي ماروكان ولا فيجي، وحتى خلال مرحلة ما بعد الاستقلال مع الأخبار المتعلقة بالمغرب. ويمكن القول إن العربي صقلي كان رجل الملكين، ففي 19 من عمره وجه له جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، وكان ذلك عام 59-900 الدعوة ليتحمل مسؤولية رئيس تحرير بالإذاعة المغربية. وفي سن 21 استدعاه جلالة المغفور له الحسن الثاني ليشرف على ما أصبح معروفا فيما بعد بالتلفزة الوطنية. والباقي هو مسيرة مشرقة لهذا الرجل، فقد كان أول صحفي مغربي يتوجه إلى الصين، وكان رجل الميادين وتواجد بكل مكان فيه حدث مثل زلزال أكادير وبناء جدار برلين وتحرير الكونغو من الاستعمار البلجيكي، وكذلك إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية وأول قمة عربية بالقاهرة ومؤتمرات بلدان عدم الانحياز وجلسات مجلس الأمن. أما لائحة حواراته فتبعث على الدهشة، والقائمة تضم كينيدي، خروتشوف، ديغول وآخرين، ولا تخلو من النجوم كبغيل وأزنافور وآخرين كذلك. المغاربة يدينون له بأول حفل تقيمه أم كلثوم بالمغرب، والذي تم بثه مباشرة عبر التلفزة المغربية، كما أن كل النجوم الذين كانوا حينها معروفين بالمغرب كانوا يرتادون بيته بحي الليمون، وهو ما أشار إليه البورتري الذي نشرته جريدة تلكل عن العربي صقلي، والذي قالت فيه إن العربي كان يعرف نصف المغرب والنصف الآخر كان يعرفه. رجل أدب ولاعب كرة سلة وشاعر، وفوق كل ذلك إنسان يتقن فن الحياة. كان العربي خاصة بالنسبة لرجال عصره من الذين يمكن تسميتهم أمبياني. فوالده كان موظفا كبيرا، توفي حينما كان العربي المزداد في أبريل عام 38-900 لا يتعدى السابعة، لتتولى والدته وهي شقيقة عبد اللطيف بن جلون الرجل الثالث في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تربيته. وكان العربي آخر إخوته، أخت وثلاثة أشقاء، وبعد إنهاء دراسته بثانوية اليوطي أجرى تدريبا لمدة 6 أشهر بلوكان أونشيني بالعاصمة الفرنسية باريس. توفي العربي صقلي على إثر نوبة قلبية يوم 18 يوليوز من العام 95-900. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة مع وجه جديد من الصحافة المغربية. إلى اللقاء.